أستاذ أمجد، التشدد المبالغة ربما من الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة هي من وجهة نظر السوق ما دفع المؤشرات إلى هذه التراجعات، إلى عمليات بيع مكثفة جدا تذكرنا مثلا بما حدث في عام 2008 في ذروة الأزمة المالية العالمية. إذا نحن نواجه بالفعل أزمة داخل الأزمة الأمريكية. مساء الخير يا فندم. أولا الاحتياطي الفيدرالي قام برفع أسعار الفائدة طوال العام الماضي لنسبة تقارب 5%، وهو من المتوقع أن يستمر في رفعها في الاجتماعين القادمين بنسبة 0.25% في كل اجتماع. بالفعل كما أشرت حضرتك، المتوقع أن يعني من البيانات الاقتصادية التي صدرت أن يكون هناك بعض الانخفاض في معدلات التضخم، ولكن كما أشرت مؤشر أسعار المنتجين اليوم جاء أعلى أو يعني أكثر سوءا مما هو متوقع. مؤشر أسعار المستهلكين جاء من عدة أيام بصورة أيضا أعلى مما هو متوقع، مما يشير أن معدلات التضخم ما زالت في ارتفاع. بالطبع ده أثر بصورة سلبية اليوم على أسواق الأسهم الأمريكية، لكن أسواق الأسهم بصورة عامة يحكمها يعني عدة عوامل، أهمها الفير انجري زي ما بيقولوا، أو الخوف أو والطمع في نفس الوقت. بسبب الانخفاض الكبير الذي شهدته الأسواق الأسهم الأمريكية طوال عام 2022، شاهدنا من بداية العام الحالي وحتى الآن ارتفاع كبير جدا. فعلى سبيل المثال الناسداك وهو أحد المؤشرات الهامة ارتفعت بنسبة 15% في خلال 45 يوم. الاس بي 500 ارتفع بنسبة 7.5%. الداو ارتفع أيضا بنسبة 5%. فهناك ارتفاعات كبيرة في الوقت الحالي. الاعتقاد الأساسي لأسباب هذه الارتفاعات في الشهر الماضي أو في 45 يوم الماضيين أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يستطيع الاستمرار في وتيرة رفع الأسعار الفائدة، كما أنه من المتوقع أنه بسبب يعني تأثير هذا الارتفاع الشديد على أسواق المال العالمية وأسواق المال الأمريكية، فأن هناك توقع كبير من السوق أن يتم البدء في خفض أسعار الفائدة في نهاية العام الحالي. أسواق الأسهم عادة تنظر إلى المستقبل من 6 أشهر إلى 9 أشهر. فبالفعل تم تسعير كثير من هذه الأمور في الأسواق الأسهم الأمريكية بصورة خاصة. أيضا يعني المستفيد الأكبر من هذه الأمور كلها هو الناسداك أو أسواق أو الأسواق التي تعتمد على الأسهم التكنولوجية. شهدنا ارتفاعات كبيرة جدا غير مسبوقة في أسهم تسلا، أبل، مايكروسوفت. فنعم هناك كثير من الأمور التي تعطي انطباع أننا قد نستمر في مشاهدة الانخفاض في أسواق الأسهم، لكن الأسواق تنظر إلى المستقبل، وأعتقد أنه على المدى المتوسط هتعود الارتفاع مرة أخرى، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في أوروبا أيضا. لكن أستاذ أمجد، على المدى المتوسط يعني جيروم باول يعد بربما رفع جديد في أسعار الفائدة، وإن كان هامشيا، والآن مؤشر ستاندرد أمبورز انخفض عند النقطة 3900، يعني أنه هبط بحوالي 5% في عدة جلسات. إذا على المدى المتوسط هناك معاناة سيشهدها السوق الأمريكي، هذا حسب المعطيات الموجودة الآن. بالتأكيد المعطيات التي أمامنا تشير أن التضخم لم يتأثر بصورة إيجابية، لم يهبط كثيرا التي في الواقع. بالفعل لم يهبط بسبب القرارات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولكن ليس بمقدور الفيدرالي الأمريكي أكثر مما كان، فهو لن يستطيع رفع أسعار الفائدة عن 5.5%، هو ما صرحه أكثر من أحد مديرين البنوك. قد يكون الحل هو الاستمرار في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما هو متوقع، وهو الأمر الذي لم تسعره السوق حتى الآن. السوق سعرت أن الفيدرالي الأمريكي سوف يبدأ في تخفيض الفائدة في نهاية العام الحالي، وهو أمر لا يوجد له أي دليل حتى الآن، سواء من حديث السيد جيروم باول أو من أي من الأنباء الأخبار الاقتصادية التي صدرت حتى الآن. لكن السوق في بعض الأحيان بيكون لها وجهة نظر أخرى وترى تنظر الأمور نظرة مختلفة. طب عائد السندات الآن لأجل سنتين يتجاوز العائد لأجل 10 سنوات، يعني هذا أكبر معدل منذ ثمانينيات القرن الماضي كما يقول المتابعون. هذا يعني عدم
قدرة تحمل الأسواق الأمريكية على ارتفاعات أخرى في الفائدة، رغم ذلك سترتفع الفائدة بالتالي. هو أحد أكثر الأمور التي تعطي انطباع عن احتمالية حدوث ركود اقتصادي ما يسمى بالinverted yield curve، أو يعني ما أشرت لي حضرتك أنه عائد السندات في سنتين يفوق عائد السندات طويلة الأمد، وهي تعطي انطباع أن هناك احتمالية كبيرة في حدوث انكماش اقتصادي أو كساد بصورة عامة. بالفعل هذه هي يعني الأسوأ من منتصف الثمانينات من القرن الماضي. ولكن مرة أخرى الأسواق لم تتفاعل مع هذا الأمر بالتوقع السيء. ليه؟ لأن كثير من هذه الأمور تم تسعيرها. إحنا بنتحدث عن في 2022 انخفضت أسواق الأسهم الناسداك بنسبة 35% في عام واحد. فكثير من المتداولين أو المستثمرين الذين قاموا ببيع الأسهم عادوا مرة أخرى للشراء من مستويات منخفضة كثيرة، وهو يمكن الذي يعني لم يتأثر بصورة كبيرة بالبيانات الاقتصادية. السيد جيروم باول في اجتماعه الأخير تحدث بصورة واضحة أنه سيستمر في رفع وتيرة أسعار الفائدة ولفترة أطول، ولكن السوق لم ينتبه لهذا الأمر، وشاهدنا في نفس اليوم ارتفاع في أسواق الأسهم. لكن بالتأكيد هناك أنباء اقتصادية تشير إلى أن الأمر ليس على ما يرام، وأن احتمالات يعني وجود مخاطر في المستقبل القريب ما زالت موجودة وبنسبة عالية. ضيفنا عبر سكايب الأستاذ أمجد عطية الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.